برحب بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، وخلونا نبدأ أولى فقراتنا بأهم الأخبار اللي حدثت أمس. وزي ما احنا عارفين امبارح كان يوم القارة الإفريقية. امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه تهنئة لجميع الشعوب الإفريقية الشقيقة، وده بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا. وكتب سيادته عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وقال: هذا اليوم يمثل ذكرى تاريخية عظيمة أسست لعهد جديد في تعزيز الوحدة والتعاون المشترك بين دول قارتنا. وتابع سيادته: مصر ستظل تسعى جنبا إلى جنب مع أشقائها الأفارقة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الجهود المشتركة في إيجاد حلول للمشكلات والنزاعات التي عانت منها القارة لعقود حالت دون تحقيق أحلام أبنائها. وكمان أضاف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: نحن نخطو خطوات ثابتة نحو إيجاد قارة مستقرة تكفل العيش الكريم لشعوبها وتبث ثقافة الحضارة والتسامح والمحبة لكل العالم، فكل عام وشعوب إفريقيا في تقدم واستقرار وازدهار. فريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تفقد معسكر أعداد وتأهيل مقاتلي الجيش الثاني الميداني اللي بيقوموا بأداء الواجب الوطني بشمال سيناء بعد تدريبهم وفقا لأحدث البرامج العلمية ووسائل التدريب المتطورة اللي بتساهم في تحقيق أقصى درجات الواقعية بما يتناسب مع طبيعة المهام اللي بيتم تكليفهم بها. تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي الجيش الثاني الميداني الذين يتم دفعهم لأداء الواجب الوطني بشمال سيناء بعد تدريبهم وفقا لأحدث البرامج العلمية ووسائل التدريب المتطورة والتي تسهم في تحقيق أقصى درجات الواقعية بما يتناسب مع طبيعة المهام التي يكلفون بها. وألقى اللواء أركان حرب نبيل حسب الله قائد الجيش الثاني الميداني كلمة أكد فيها أن رجال الجيش الثاني الميداني عاقدين العزم للقضاء على كافة البؤر الإرهابية بسيناء وتنفيذ كافة المهام المكلفين بها بمستوى راق ومتميز، مشيرا إلى أن الجيش الثاني الميداني سيظل نموذجا يحتذى به في الولاء والوفاء والبذل والعطاء من أجل الوطن. وقام الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على ميادين ونقاط التدريب للمقاتلين الجدد وأدار حوارا مع المقاتلين، حيث أشاد خلاله بمدى تفهمهم لطبيعة المسؤولية الملقاة على عاتقهم للحفاظ على استقرار الحالة الأمنية لهذه الرقعة الغالية من أرض مصر. وأثنى على منظومة التدريب والتأهيل القتالي الراقي لمقاتلي شمال سيناء وتوفير الرعاية الكاملة لهم، مشيدا بالجهد المبذول للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية العالية. والتقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة برجال الجيش الثاني الميداني، حيث نقل تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال الجيش الثاني الميداني لما يقدموه من بطولات وتضحيات، وأوصى رجال الجيش الثاني الميداني بمواصلة التدريب والمحافظة على الأسلحة والمعدات والتحلي بالانضباط العسكري والأخذ بأسباب التفوق محافظين على أعلى درجات الاستعداد القتالي والكفاءة القتالية ليظل الجيش الثاني الميداني درعا من دروع قواتنا المسلحة يحمي الوطن ويصون مقدساته. حضر الجولة التفقدية واللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة. لسه مستمرين في سرد أخبار القوات المسلحة، لأن القوات الجوية المصرية احتفلت بمرور 40 سنة، وده على هبوط أول طائرة في أو من طراز F-16 في مصر. وقال الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية أن القيادة العامة للقوات المسلحة حريصة على تزويد القوات الجوية بأحدث المقاتلات والطائرات متعددة المهام، بالإضافة إلى أحدث أجهزة الملاحة، وده لمواكبة التطور التكنولوجي المستمر في عالم الطيران. لتظل القوات الجوية دائما الذراع القوية للقوات المسلحة ولديها القدرة على تحقيق مختلف المهام اللي بتسند إليها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة قامت بتنظيم ندوة تثقيفية لرجال القوات المسلحة بالأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية وقيادات قوات الصاعقة والمظلات عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع المختصين من وزارتي المالية والتنمية المحلية، وده انطلاقا من المسؤولية الوطنية اللي بتقع على عاتق القوات المسلحة
بالتعاون مع كافة الوزارات لتوفير مناخ توعوي بيهدف لاطلاع الشعب المصري على استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة مصر 2030. الكلية الفنية العسكرية وقعت بروتوكول تعاون مع محافظة الدقهلية، ده لتطوير منظومة الحوكمة العمرانية والمخطط الاستراتيجي والتفصيل التنموي لمدينة أجا ودراسة تطوير صناعة الطوب باستخدام التقنيات الحديثة، وده بيأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون العلمي والتكنولوجي مع مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة. كمان امبارح كان في مجموعه من الاخبار المهمه زي مشاركه رئيس الوزراء في اجتماع المائده المستديره الافتراضيه للرؤساء التنفيذيين بمجلس الاعمال المصري الامريكي، والاجتماع الاسبوعي للحكومه اللي تم فيه متابعه الموقف التنفيذي لمشروع التامين الصحي الشامل، وكمان مناقشه مسوده وثيقه سياسه ملكيه الدوله والاعلان عن طرحها في صورتها النهائيه خلال ايام للحوار المجتمعي. مجموعة كبيرة من الأخبار اللي حصلت امبارح، منها مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماع المائدة المستديرة الافتراضية للرؤساء التنفيذيين بمجلس الأعمال المصري الأمريكي اللي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن عبر تقنية الفيديو كونفرنس. وقال مدبولي إن العلاقات مع الولايات المتحدة بتستند لشراكة استراتيجية قوية بتتميز بالخصوصية والتنوع، وبتهدف لتحقيق المنفعة المتبادلة على صعيد حماية الأمن القومي الإقليمي وكمان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل اللي الحكومة بتحرص على تنفيذه لتحقيق حلم كل المصريين في توفير الرعاية الصحية الشاملة. كمان امبارح أشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة إنه هيتم خلال الأيام اللي جاية إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بمؤتمر تغير المناخ COP27، وأكد مدبولي إن ملف تغير المناخ بيعد أحد القضايا الرئيسية على أجندة مصر والعالم. امبارح كمان خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة قال رئيس الوزراء إنه هيتم طرح المسودة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة للحوار المجتمعي لمدة 3 شهور، والحكومة هتناقش أي ملاحظات أو وجهات نظر بحيث يتم استيعابها ضمن الوثيقة. امبارح الحكومة نفت الشائعات اللي ترددت حول احتواء امتحانات شهادة الثانوية العامة على أسئلة مقالية، وقالت الحكومة إن دي شائعات غير صحيحة وإن امتحانات تالتة ثانوي ستعقد ورقياً بنظام البابل شيت، وهتقتصر الأسئلة على الاختيار من متعدد فقط ومش هيكون فيه أي أسئلة مقالية. نروح لجولة أخبار المحافظات اللي معانا النهاردة، فيها مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات المختلفة، ومنها افتتاح عدد من مقرات الشهر العقاري في المنصورة، بالإضافة للانتهاء من تركيب والتركيب الخاص بوصلات الصرف الصحي للمنازل في 181 قرية في سوهاج، وده هيكون نهاية أغسطس، بالإضافة لأخبار تانية من الإسماعيلية وأسيوط وكمان مطروح هنتابعها في التقرير التالي. أخبار كتيرة حصلت امبارح في المحافظات، البداية من الدقهلية اللي تم فيها افتتاح عدد من مقرات الشهر العقاري بالمنصورة ومركز أجا ومركز تيمي الأمديد، وده في إطار تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة مقر الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية. في مطروح وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على تخفيض رسوم رخصة الإنقاذ من 6000 ل 3000 جنيه، وقال المحافظ إنه بيتم دلوقتي أعمال تسوية رمال الشواطئ ورفع كفاءة الكورنيش ودعم الشواطئ بدورات مياه جديدة، وده ضمن الاستعداد لاستقبال موسم الصيف السياحي السنة دي. في سوهاج عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي اجتماع موسع لبحث الموقف التنفيذي لمشروع الوصلات المنزلية لقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة الشركة إنه بيتم دلوقتي تنفيذ مشروعات صرف صحي في 181 قرية وهيتم الانتهاء منها في آخر أغسطس اللي جاي. في الإسماعيلية نجحت هيئة قناة السويس في نقل عربتين قطار سكة حديد تاريخي من محطة قطار الإسماعيلية لمقر المتحف،
القطارات دي بيرجع تاريخ تصنيعها للفترة ما بين نهاية القرن التاسع عشر الميلادي وحتى بداية القرن العشرين، والعربيتين دول كانوا شغالين زمان على خط قطار القاهرة الإسماعيلية، وكان بيتم استخدامهم في نقل الأفراد والبضائع والمواد والمهمات لمنطقة القناة في القرن التاسع عشر. في أسيوط تم فتح 20 منفذ لبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بقرى في مراكز المحافظة، وده علشان ضبط الأسعار والحد من ارتفاعها وتخفيف العبء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم.